الثانوية التأهيلية الأميرة لالا سلمى بصفر، ووصول صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالا سلمى رئيسة مؤسسة لالا سلمى للوقاية وعلاج السرطان وسفيرة النوايا الحسنة بالمنظمة العالمية للصحة، حيث أدت لسموها التحية الرسمية تشكيلة من القوات المساعدة. إثر ذلك قدمت لسموها شروحات حول أهم إنجازات برنامج إعداديات وثانويات بدون تدخين، والذي انطلق بإشراف من سموها سنة 2007. هذا البرنامج مكن من تطوير عدة أنشطة لمحاربة التدخين في أوساط التلاميذ مع تعزيز الشراكات لإنجاح هذا البرنامج. بطبيعة الحال هذا البرنامج بالحجم ديالو يتطلب جهود كبيرة من طرف جميع المتدخلين، وكذلك جهود مستمرة، لأن الفئات اللي كنشتغلوا معها تتجدد كل سنة بالتحاق تلميذات وتلاميذ جدد بالمؤسسة التعليمية. إلى حدود اليوم تم تعميم هذا البرنامج على كل أكاديميات، تم إحداث عدة نوادي داخل الفضاء المدرسي لمحاربة هذه الآفة. إلى حدود اليوم ما يفوق 2300 نادي تم إحداثه. وبالنادي الصحي بثانوية الأميرة لالا سلمى بصفر تابعت سموها الأنشطة التي يقوم بها هذا النادي للتحسيس بمخاطر التدخين في أوساط التلاميذ وأطر المؤسسات التعليمية. خرط نادي الصحة ثانوية الأميرة لالا سلمى التأهيلية بصفر في برنامج إعداديات وثانويات بدون تدخين الذي ترعاه مؤسسة لالا سلمى للوقاية وعلاج السرطان منذ سنة 2008، وقد قارب هذا الموضوع من زاوية المقاربة التشاركية المندمجة وزاوية مقاربة التثقيف بالنظير. محاربة التدخين في أوساط الفئات المتمدرسة تتم بكل الوسائط الممكنة وبكل الوسائل التعبيرية وعلى رأسها الرسم، حيث تابعت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا سلمى الأعمال الفنية التي أبدعها التلاميذ بالثانوية للتحسيس بمخاطر التدخين. إثر ذلك ترأست سموها احتفاء بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة التدخين، حيث تخللت عدة فقرات فنية من تقديم تلاميذ الثانوية التأهيلية الأميرة لالا سلمى بصفر. كما تابعت سموها شريطا وثائقيا يؤرخ لبرنامج إعداديات وثانويات بدون تدخين. وتتويجا للفائزين في المسابقة الوطنية للأندية الصحية بالمؤسسات التعليمية، أشرفت صاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة لالا سلمى على توزيع الجوائز والشهادة التقديرية على الثانويات والإعداديات الفائزة برسم المواسم الدراسية ما بين 2009 و2013. استغلنا على مجموعة من الورشات، هذه الورشات كنا كنديروها بشراكة مع مجموعة من الجمعيات بصفرو، كنديروا ندوات، هذه الندوات كتعتمد على التحسيس بتوزيع مجموعة من المطويات وفيديوهات عن التدخين. وفي ختام هذا الحفل وقعت صاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة لالا سلمى على ميثاق ثانوية بدون تدخين، ميثاق يتضمن عدة التزامات من طرف المؤسسات التعليمية كتعبئة الأطر التربوية والإدارية لمكافحة التدخين، مع إحداث لجنة محلية لتحقيق هذه الغاية، بالإضافة إلى ضمان التتبع مع تقييم المنجزات.